السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيراً في أداة بتخليك تشفر ملف الريفت بحيث محدش يقدر يعدل على الملف دوت، يبقى مفيش موديفاي للملف، مجرد إن هو يشوفه بس وخلاص. الأداة بسيطة خالص، فيها انكريبت وديكريبت. انكريبت هيشفر لك الحاجات اللي أنت عايز تشفرها، وعشان تفكها لازم تكتب كلمة السر. الأداة هي سهلة جدا في الاستخدام، والأداة مجانية وتشتغل على الريفت بجميع الاضطرابات بتاعتها.